ورق. ما تيجي تكشف ورقك النهاردة أمام المسيح، ما تيجي تكشفي ورقك أمام المسيح. الله بيقول النهاردة مداري إيه؟ أنت فكرك أنا مش واخد بالي ومش عارف؟ أنت مخيط ورقتين كتير كتير كتير. ما تيجي تفضح نفسك قبل ما تفضح. ما تيجي فرصة في أسبوع الألام اطرح ورق الدين، قل له أنا عريان وسامحني. الروح القدس بقى يكتب منه. قال هذا لأن الصندوق كان معه وكان سارقا. هو أنا معروف إن أنا حرامي؟ أنت بتسرق، أنت بتعمل إيه؟ ده أنا خادم. حرامي بسرق إيه؟ فضيحة. والمسيح عدى عدى. خلي بالك اللي يكون بقالك سنين قاعد تخيط ورق تين وانت مش واخد بالك وفكر انه الله مش واخد باله، نايم على ودنه. ده بيستر 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 عشان انت اللي تفضح ورق التين فيديك رحمه